ورسالة من سيدنا محمد رسول الله عليه وسلم، فقد يعرف معنى هذا أن للشهادتين معنى مطابقي ومعنى استلزامي. طبعا المعنى المطابقي هو ايه؟ اثبات الالوهيه لله سبحانه وتعالى ونفيها عما ايه؟ عما سواه. اما المعنى الاستلزامي هيلزم ايه؟ كم عقيده من الشهادتين؟ هيصل الى 50 عقيده او اكثر. هذا كله بدلالة الالتزام، يعني بالدلالة الالتزامية. كثير من الناس لا يعرف حتى المعنى المطابقي فضلا عن معرفته بالمعنى بالمعنى الاستلزامي. إذا فعندما أمر الحق سبحانه وتعالى بأن ننطق بالشهادتين، هل أمرنا بمجرد النطق فقط؟ يعني هل أمرنا أن ننطق بهما من غير أن نعرف مدلولهما؟ هل أمر بذلك؟ طيب، إذا لا بد من معرفة المدلول، يعني ما تدل عليه كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، وكذلك الكلمة الثانية أشهد أن محمدا رسول الله. ولذلك جاء في كتاب الله تبارك وتعالى الأمر بالعلم بهما أو العلم بكلمة الشهادة، فلم يقل سبحانه وتعالى فقل لا إله إلا الله، وإنما قال فاعلم أنه لا إله. فالله تعالى أمر بالعلم، والعلم يستلزم أن نعرف المعنى وأن نعرف المدلول. وقوله ولا أن يميل الرسول من النفس إلى أخيه، لما كان قوله من غير أن يعرف معناهما إلى أخيه صادقا مما إذا جزم بالمدلول تقليلا أتى بقوله ولا إلى أخيه. يعني كونه لا يعرف معنى الشهادتين هذا لا يتنافى مع الاتيان بهما جازما، والجزم لا يتنافى مع التقليد. يعني ممكن يكون مقلد ويكون جازما، ألم يقل ذلك صاحب الجوهرة عندما قال إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من التوحيد. ففيه بعض القوم يحكي كلفة وبعض حكم فيه الكشفة، فقال إن يجزم، يعني ممكن يحصل الجزم مع التقليد. إذا فما الفرق بين جزم المقلد وجزم العارف؟ جزم المقلد يقبل التشكيك ويقبل التردد، وإن كان لا يوجد معه تردد بالفعل لأن الجزم لا يجامع التردد. فما معنى قوله إيمانه لم يخل من تنفيذه؟ يعني من قبول وليس من حصول تردد بالفعل، لأن ذلك ينافي كونه جازما. لما كان قوله من غير ان يعرف معناهما الى اخيه صادقا بما اذا جزم بالمجهول تقليدا اتى بقوله ولا ان يميز الى اخيه، ليفيد انه ليس عنده ادراك للمعنى الاصلي. يعني ممكن يكون جازم وجزمه لا يغني عنه من الحق شيئا، فقد يكون ليس عنده إدراك للمعنى، أو ليس عنده تمييز بين الرسول وبين الإله، يعني لا يستطيع
أن يفرق بين الرسول وبين المرسل. ثم أنه يجب على الشارع أن من كان في هذه المثالة لا يقال له مقلد، وحينئذ فالتفسير بقوله وبعض المقلدين إلى آخره لا يناسب. فالأولى أن يقول وبعضنا يطلق عليه اسم الإيمان أو بعض العامة إلى آخره. يعني أولى، لأنه هيرد على الشارع اللي هو سيدي الإمام السنوسي أن من كان بهذه المثابة لا يقال إنه مقلد، وحينئذ فالتفسير بقوله وبعض المقلدين إلى آخره لا يناسب. الأولى أن يقول وبعض من مطلق عليه اسم الإيمان أو بعض العامة. ليه؟ لأن اسم التقليد هنا غير إيه؟ غير مناسب. نعم. قوله بجاية بكسر الباء وفتح الياء فلدته للمغرب. بجاية بكسر الباء وفتح بكسر الباء بجاية وفتح الياء بلدة بالمغرب. هل هذه البلدة بالمغرب ولا في بلدان بجاية؟ موجودة في المغرب الآن؟ الجزائر ولا المغرب؟ وفي كلام او في كتاب الشيخ اللوسي واللي هو مطبوع في المغرب هي مدينه جزائريه كانت حاضره العلم وقبله الطلاب قديما. يبدو هي الان تبع الجزائر. قوله بنصيب اي حد حظ من تلك وصلاه وغيرهما. يعني بيقول هنا الشيخ يقول وفي مثل وقعت اجوبه علماء هذه البلده اللي كانت حاضره العلم وقبله العلماء وغير من المحققين ان مثل هذا النوع من الناس لا يضرب له في الاسلام بنصيب، يعني حظ من تلك وصلاة وغيرهما، يعني لا يجعل من على هذه الشاكلة الذي لا يعرف الفرق بين المخلوق والخالق ولا النبي ولا الإله، لا يميز بين معنى النبي ومعنى الإله أو بين معنى الرسول وبين معنى المرسل، فهذا إيه؟ ليس له في الإسلام نصيب، يعني حظ. قوله والعاقل في الحقيقة إلى آخره تعريض لابن ذكري لأنه لو هو كانت مشكلة الشيخ السنوسي مع الشيخ ابن ذكري، والشيخ ابن ذكري رضي الله تعالى عنه برضه رجل من أهل العلم أكاد، ولكن طبعا أقوال العلماء في بعضهم لا تقبل. هو كان عالم قبل عباس أحمد بن محمد بن ذكري، كان معاصرا للإمام السنوسي، وكان عالما متقنا متفننا أصوليا، كان شاعرا، له منازعات مع الشيخ السنوسي في مسائل العلم، ومع ذلك له منظومة كبرى في علم الكلام تدل على فضله وعلى تمكنه في العلم، لكن طبعا كان بينه وبين الإمام السنوسي منازعات علمية شديدة. وقوله والعاقل إلى آخره تعليم يعني يقول لك والعاقل في الحقيقة من أنصف لنفسه، يعني كأنه عقل من الشيخ ابن ذكر، يقول لك ده رجل ليس منصفا، يعني لأنه ليس عاقلا، لو كان عاقل يعني يريد هنا كمال العقل، يريد أن ينفي عنه العقل كاملا وإلا جعله من المليانين، وأرجو أنه إيه يعني ليس كاملا في العقل. المسألة دي ليست من العقل. مثلا.
عريض بذكري لأنه مرة أخرى وصفه بالجهل، قال الجاهل الرسول، ولكنه كان من أكابر العلماء، ولكنه كان جاهلا في هذه المسألة أو في هذه الجزئية فقط. ولا يلزم من علم الإنسان في فن من الفنون أن يكون عالما بغيره. يا من تدعي بالعلم معرفة لقد عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. يعني نسبة ما نجهله لما نعلمه كثير جدا، يعني الذي نجهله أكبر آلاف المرات بل ملايين المرات مما نعلمه. وما نجيب من العلم إلا إيه؟ لا قليل. نعم؟ يعني في كل ما تزيد علم كلما تكتشف أنه كان عندك آلاف كبيرة، كلما إيه تزداد علما تكتشف أنك كنت إيه شيخ الجاهلية. وهذا شأن الإنسان مهما بلغ في العلم، كده كان الإنسان ظلوما جهولا. فالعلم ده يعني وفوق كل ذي علم عنه، خلاص الإنسان ما يحاولش يصل إلى الكلمة الأخيرة أو إلى نهاية العلم، لا يستطيع ذلك مخلوق أن يصل إلى كل خلاص. لا يوجد علم بعد ما وصلت إليه أو بعد ما عرفت، هل هذا يمكن؟ ما من علم إلا وهناك علوم أخرى، ومهما بلغت من منزلة ففوقك من هو أعلم، وهكذا حتى وصل الأمر أن الهدهد قال لسيدنا سليمان أحق بما لم تحق به، وجئتك من سبع بنبأ. وسيدنا موسى عليه السلام قال للعبد الصالح هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ فوجب في أول آية عبدا حتى فلما بلغ مجمع قال فوجد عبدا فارتد على آثارهما قصصا أو بغيا واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا. كلمة من عبادنا تدل على أنهم كثير لا يعلمون، هذا الذي رآه سيدنا موسى واحد من خلق لا يعلمهم إلا الله، فوجد عبدا من عبادنا، ولم يقل فوجد العبد، إنما قال عبدا. هذا معنى أنهم لا يعلم عددهم إلا الله، هم كثير ولكنهم لا يعرفون. أولياء الله تعالى إذا حضروا لا يعرفون، وإذا غابوا لا يفتقدوا. يعني لو حضر ما تعرفوش، ولو غاب مش هتسأل عنه، بس مالكش مصلحة معاه، هو رجل شغله كله في الآخرة مع الله، تحدور عليه، لا معاه وظيفة ليك، ولا معاه مال ليك، ولا معاه يعني هتسأل عليه عشان إيه؟ يدعو لك، فتقول لما نشوفه كده هتروح للمخصوص عشان الدعاء، إنما لو بتفهم والله تسافر إليه أميال عشان يدعو لك، لأنه دعوة مستجابة ما تبقاش مغفل، دعوة دائما مستجابة، فيستحق أن يرحل إليه ويسافر إليه أو لا. من تعاون يجي لك لحد عندك عشان يدعو لك، ربنا كريم ممكن يبعثوا لك. جمال يعني يلزم من اللي هو دعوته مستجابة من يكون وجه، يلزم من اللي دعوته مستجابة من يكون وجه، يعني هل يلزم من اللي دعوته مستجابة من يكون وجه؟ ما فيش حاجة في ولي ما دعوته مستجابة، ما هو ولي خلاص.
لو ما الكلام ده او الكلام ده يعني كل اللي دعوته مستجابة قبلها؟ كل من هو دعوته مستجابة لأن الله حديث القدس إيه؟ إن لله عبادا أحدهم لو أقسم على الله لا أبره ده بيزار عادة أشعر أكبر لي صبرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره قوله والعقيل في الحقيقة من أنصف لنفسه تعليم من ديني أنه لو أنصف لنفسه لما قال ما قال قوله بمخالطة العلم أي باشتغاله وقوله وأهله أي ومخالطة أهله بالأخذ عنه قوله لما كنا يعني لو يقول ولو لما كنت والله ما قد الحق يعني لولا فضله تعالى وتوفيقه ورحمته ورضاه ان وفقتم كده وفقنا معهم لمجالسه اهل العلم يعني غيركم مثلا اربع مره على الغرز ونشرب الله اعلم نشرب ايه او ياكل ايه بعيد عن المساجد وبعيد عن جو العلم فده توفيق من الله تعالى بل لولا ذلك لما كنا نحسن عقائد الايمان بمجرد التقليد فضلا عن القدر والله لولا ربنا من علينا باهل العلم لم نكن على العقيده الصحيحه حتى مقلدين مش هنصل الى درجه التقليد فضلا عن درجه النظر والعلم لأن الجلوس مع العلماء يفتح الذهن وربنا ينفع فيه والعالم العامل اللي هو ولي من أولياء الله هو مستجاب الدعوة رؤيته شفاء وهو لما تشوف كده الأمراض النفسية اللي عندك تروح رؤيته مجرد ما تشوفه رؤيته شفاء وموعظته دواء ينتفع برؤيته قبل حديثه قبل روايته ربنا ينفع كده بالنظر اليه هم ليه اللي نفع الصحابه هل نفعتهم الروايات والاحاديث ولا نفعهم النظر الى انوار النبوه فاحنا ما حصلناش ننظر الى انوار النبوه ننظر الى انوار من راوا انوار النبوه فاذا لم نحصل الى انوار من راوا من راوا من راوا من راوا من راوا حتى يصل اليه الزور عليه يبقى في اتصال ولا ما فيش في مدد ولا ما فيش في توسل ولا ما فيش في تدرج ولا ما فيش خلاص يبقى كده تبنا ايه ورجعنا ولجمنا على ما فعلنا فإياك أن تتأثر بأقوال أجزاء الدين المخالفين لا عقيدة وإسناد وسلسلة والعملية كلها مرتبطة من أولها إلى إيه؟ إلى آخرها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك فخليك موصول وخليك مع اهل الله ربنا يفتح عليك شذيت وابتعدت من شذها شذ في النار ابتعدت يعني رحت لجماعه كده معينين ولهم مشرب خاص ومخالفين لاهل السنه ولهم منهج في التكفير والتضليل وتبديع الناس والحكم عليهم بالضلال خلاص انت حر من شذ ايه شذ فين لا. قوله لما كنا نقسم عقائد الإيمان بل كنا نعتقد أن الله ليس بقادر أو أنه نقسم المثل يعني ما الذي علمنا هذه الأمور مخالفة أهل العلم لولا هذا حل عقيدتنا عقيدة المشبهة والمجسمة يعتقدون أن الله تعالى يجلس على كرسي وينزل ويتحرك
يعني كأنهم يعبدون بشرا أو يعبدون إيه صنما. قوله ولكن في أولية من اعتقادات أهل الباطل. الأولية جمع واد وهو المحل المنخفض الواقع الذي هو بمظلمة الهلاك. وقوله من اعتقادات إلى آخره بيان للأولية. وقوله نهي أي نسلم ولا نفي أي نتوجه. والله لو لم ربنا من علينا الصالحين والأولياء والعارفين والعلماء لكنا بالأولية من اعتقادات أهل الباطل نهين. فيا عجبا لعاقل يجهل قوليات. قوله لعاقل تعريض بابن ذكري كامل وعرض بابن ذكري. قوله يجهل قوليات مثل توقف المعرفة على النظر. طبعا الشيخ ابن ذكري ليس جاهلا إنما هو لما خالف الإمام السنوسي الإمام السنوسي برضو ليس معصوما وهو بشر فحمل كلام ابن ذكري ما لا يحتمل يعني حمل عليه. فالإنصاف إنك ترجع لكلام ابن ذكري هتجده في السياق يمكن يكون إيه مختلف يعني الإمام السنوسي يمكن يكون مخطئ في بعض الأمور ويمكن يكون فيها في شيء من من الغلو زي ما قلنا في المره السابقه لما جبنا كلام ابن ذكري في بناء ممكن يحمل على معنى اخر اخف مما حمله السنوسي عليه. فالقلوب بيد الله درج الولي ودرج الولي في اثنين علماء فانت خليك بعيد عنهم لا تبقى مع ده ولا مع ده. لو دخلت أصليهم عشان كنت واحد على الثاني هتضيع دول ناس كبار هذا هي هو فخليك بعيد أحسن. وقوله حتى لم يشعر بحال نفسه أي من كونه كان عميا عمي ذلك. ما يمكن واحد رجل ولي كبير من أهل ما أعرف راح بلد فليجي فيها ولي ثاني كبير دول عارف طبعا أهل البلد طبعا الخطب اللي بتدور عليه راح البلد فالاثنين في درجة كبيرة مش في واحد مثلا ينفع يكون تابع أو ينفع يكون تلميذ. قال له شوف يا أنا أنت يا تخرج أنت يا أخرج أنا ما ينفعش أنا الاثنين من البلد وحده شوف لك أنت أو أنا أروح أشوف لك أنت ما ينفعوش حنشين في بلد واحد بس كبار بس يعني اهل علم. انت ما تخش ايه كلام الشيخ عليه ترجع من كلامه وشوف ممكن تجي ايه محلى يعني. فاكرين المساله اللي فاتت اذكركم بيها اللي هي ايه هو طبعا لما قال ايه المؤمن الذكري ينفي ان يقلد يقول ما فيش حاجه اسمها مقلد. والشيخ السميع قال شغال لي اربع شهور مشغلين في الكتاب اربع حوار فممكن ويجي فجاه صاحبنا ده يروح يقول ما فيش مقلد لا ياخد ايه المشكلة. وأضعف من هذا قول بعض المعاصرين لا مقلد في المؤمنين عامهم وخاصهم وأن جميعهم حصلت لهم معرفة. الشيخ السنوسي جن جنون وأنا شغال أرد على مين وأقلد في الآخر يطلع ما فيش حد مقلد. كل المؤمنين حصلت لهم معرفة ولكنهم متفاوتون أو مختلفون في القدرة على التعبير. إنما الكل عنده إيه معرفة. والحكاية دي سببها إيه إنه بيقول ما فيش حد ما عندوش معرفة ولو جملية ولو في الإجمال. وذكر الإمام السيوطي في كتاب حسن المحاضرة في ترجمة ضياء الدين عبد الله بن سعيد الشافعي ده توفي سنة 780
هذا الرجل كان قاضي وكان إمام وكانت له لحية طويلة جدا تصل إلى قدميه ولا ينام إلا وهي في كيس، اللحية اللي في كيس ينام فيها. فإذا رآه عوام بمصر قالوا سبحان الخالق، فكان يقول الشيخ ضياء الدين الشافعي ده كان يقول عوام مصر مؤمنون حقا لأنهم يستدلون بالصنعة على الصائم. فدول مش مقلدين، ده ناس عندهم ايه؟ عندهم معرفة وعندهم دليل. فالشيخ ابن ذكري لا يريد نفي المقلد مطلقا كما ايه ظن الشيخ ايه السنوسي، وانما يريد ما قاله سعد الدين الكفتاني بعد ان ذكر امام المقلد وصحح انه يكفي. قال ايه الشيخ الكفتاني؟ قال فان قيل اكثر اهل الاسلام اكلون بالتقليد قاصرون او مقصرون في الاستدلال، ولم يزل الصحابة ومن بعدهم من الأئمة والخلفاء والعلماء يتقون بالتقليد ويجرون عليهم أحكام المسلمين، فما وجه هذا الاختلاف؟ وذهب كثير من العلماء والمجتهدين إلى أنه لا صحة في إمام المقلد. فالشيخ ابن ذكري يريد إيه؟ يريد أن الخلاف ليس في العوام أو في الذين نشأوا في ديار الإسلام من الأنصار والقرى وتواتر عنهم حال النبي صلى الله عليه وسلم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويستدلون بالصنعة على الصانع، وإنما يقترب هذه المسألة في من نشأ على شاهد جبل مثلا ولم يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، فأخبره إنسان بما يفترض عليه في العقيدة فصدقه فيما أخبره بمجرد إقبال من غير تفكر ولا نظر، فهذا هو المقلد. وما نفش المقلد مطلقا، ولكن نفى أن يكون في عوام المؤمنين مقلد، لأنه أجهل واحد فيهم يقول لك إيه الصنعة تدل على الصانع أو البعرة تدل على البعير. واحنا قلنا لا يشترط ان يكون الدليل تفصيليا بل يكفي الدليل الايه الجملي، وهذا ما قاله من ابو منصور الماتريدي عندما قال الحق او الذي اجمع عليه اصحابنا ان العوام عارفون لا مقلدين، ده اللي قال بس عارفون بالدليل الايه الاجمالي وليس بالدليل الايه التفصيل. فعشان كده ما نجعلش مثلا الحق في جانب السنوسي ونترك مين ابن ذكري، ولكن قلنا هو الرجل على او اراد شيئا والشيخ حمل كلامه على ايه على شيء اخر، فلا نقبل اقواله في ايه في بعضهم ونحسن الظن بهم جميعا. وقوله حتى لم يشعر بحال نفسه اي من كونه كان عاميا باكر فتن قبل مخالطته للعلم واهله، ثم انعم الله عليه بالعلم، والحال ان علم الشخص بحال نفسه من الضروريات. وقوله نجهل الضروريات مثل توقف المعرفه على المدى، توقف المعرفه على النظر لا امر ضروري، وهذا ابن ذكري يجهل ذلك؟ لا. وبعدين ممكن المعرفة صحيح أن النظر ده وسيلة للمعرفة لم يمكن أحد هذا، لكن كونها متوقفة على النظر هذا إيه؟ فيه نظر، كون المعرفة متوقفة على إيه؟ على النظر فيه إيه؟ فيه نظر. بعدين حتى لم يشعر بحال نفسه أي من كونه كان عاميا لا حرفة قبل مخالطته للعلم وأهله، ثم أنعم الله عليه بالعلم، والحال أن علم الشخص بحال نفسه من الضروريات. قوله ولا
شعرة بضم الايه؟ بضم الايه؟ شعرة أي علم عطف على لم يشعر. قوله ومن أعرض عن النظر المدى أي ولم يشعر بحال من أعرض إلى أخيه. قوله المدى أي بالكلية إجمالا وتفصيلا. بعدين بيقول هنا ايه؟ هي مسألة جديدة علمكم عن المسائل عشان تبقوا عارفين ايه الحدود. الحاجة الجديدة اللي عرفتم فيها سبب تأليف المختصرات. يعني العلماء قديما ألفوا مختصرات من العوام. يقول ولقد ألف علماء السنة رضي الله تعالى عنه كابن زيد كابن أبي زيد ابن أبي زيد ايه؟ القيرواني كابن أبي زيد وابن الحاجب الطولي وغيرهما تأليف مختصرة اقتصروا فيها على سرد العقائد مجردة عن الأدلة لتحفظها العامة. يبقى مشايخنا رضي الله تعالى عنهم قديما العامة طبعا مش هيعرفوا البحث في الأدلة والمقدمات والمنطق والاصطلاحات، فألفوا لهم ايه؟ مؤلفات مختصرة عشان يحفظوها. يبقى لما تسأل واحد عن العام عن الدليل ما يقولكش قال الله يجيب لك الاستنباط ويأتي بالقياس من الشكل الأول والثاني أو الثالث وغيره، وإنما لو سألت العام مثلا عن الدليل على حديث العالم يقول لك ايه؟ قال الإمام الدرزي ثم اعلم بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي فاعلمه حادث من غير شك حادث مفتقر، يجعل كلام الشيخ هو الدليل النظر اللي هو يقاضي. زي ما احنا بنستشهد في كلامنا او في الاعراب بألفيش ابن مالك، ابن مالك نظم مش هو الدليل الألفيش، بس طبعا ايه بيسهل على ايه؟ على المبتدئين وعلى العوام. يعني الخريطه كان بيت 71 بيت يحفظها ايه؟ الاطفال ويحفظها النساء ويحفظها الناس، فتسهل ايه؟ عليهم في تعلم العقيده. هذا هو سبب تأليف المختصرات. يقول لقد ألف علماء السنة رضي الله تعالى عنهم كابن أبي زيد وابن الحاجب وغيرهما تأليف مختصرة اقتصروا فيها على سرد العقائد مجردة عن الأدلة لتحفظها العامة. ومن قصر عقله عن النظر، يعني مش العامة فقط وغير العامة ممن كان عقله قاصرا عن النظر، ليرتقوا من معرفتها تقليدا إلى البحث عن أدلتها. يعني إذا ما هو سبب التآليف المختصرة للعوام؟ عشان يحفظوه وعشان مداركهم العقلية لا تصل إلى فهم الأدلة. وما ذاك إلا لأنهم رأوا أكثر العامة لا يحسنوا العقائد ولو بالتقليد، فكأنهم ألفوا المختصرات عشان العامة تعرف العقائد بالتقليد، يعني لا ليخرجوا العامة عن مرتبة التقليد. طب هل العوام مقلدون؟ قال هو مقلد لا شك في الأدلة التفصيلية أو في البراهين ما يعرفش، إنما هو ليس مقلدا في الدليل الايه؟ الجملي، فأراد أن يجعله مقلدا ولكن مقلد عن ايه؟ على إمام على متن، زي كأنه بيقلد شيء منضبط لا يقلد ايه؟ عاميا مثله، إنما يحفظ متن أو يجلس إلى العلماء فيفهم شيء من الايه؟ من الأدلة ولو كان ايه؟ على سبيل ما يناسب ايه؟ عقله او ايه. ولذلك بيقول ايه؟ وما ذاك الا لانهم راوا اكثر العامة لا يحسنوا العقائد ولو بالتقليد، فارادوا من نصيحتهم ان ينقلوهم من مرتبة يخشى عليهم فيها ان يكونوا على
خطاب مجمع فيه على الكفر إلى مرتبة مختلف فيها. يعني خد بالك لو وصلوا يجي واحد يقول لك العلماء اللي ألفوا المختصرات لو وصلوا العوام إلى التقييد كيف ما أوصلوهم إلى المعرفة لوصلوهم إلى التقييد. قال لك والله إذا وصلوا إلى التقييد هذا أحسن لأن التقييد مختلف فيه، إنما لو سبوهم على عقائد مجمع على كفر صاحبها يبقى إيه الأحسن؟ يتركوهم في ضلال أو في كفر ولا ينقلوهم إلى مرتبة مختلف فيها؟ فنختار أخف الضررين ننقلهم إلى إيه؟ مرتبة التقييد، لأن هناك جمهور أهل العلم حكم بصحة إيمان المقلد أو بأن إيمان المقلد يكفي، وقال إن يجزم بقول غير كفى وإلا لم يزل الضيف أحسن ما نتركهم يعني كالسائمة أو كالبهائم أو كالأغنام أو كالأنعام بل هم أضل. في ناس بتسب الدين في المساجد وناس ما عندهاش عقل ولا فهم ولا تعرف وحدانية ولا تعرف بحث ولا حج، في جهل كبير جدا خاصة في جانب الايه؟ العقائد، في جهل مش مفيش. فأرادوا أن يحفظوهم متون أو يعني منظومات خفيفة حتى ينقلوهم إلى مرتبة ايه؟ مرتبة أعلى. فأرادوا من نصيحتهم أن ينقلوهم من مرتبة يخشى عليهم فيها أن يكونوا على اعتقاد مجمع فيها على الكفر إلى مرتبة مختلف فيها، ولعل تكون سلما إلى المعرفة. يعني يمكن واحد يمكن يكون عنده ذكاء عنده خدمة يمكن، وبالجملة فأهل النظر لم يصلوا كلهم إلى الحق وإنما وصل القليل. فكيف من لم ينظر؟ حتى أهل النظر أهل البحث لم يصلوا كلهم، وهو الفلاسفة من أهل النظر هل وصلوا إلى الحق؟ المعتزلة مثلا غير أهل السنة غير أهل السنة يعني مثلا الناس اللي يدعوا مثلا منهم على مذهب السلف هل وصلوا الى الحق ولا وصلوا الى التجسيم والتشميت؟ اين الحق الذي وصلوا اليه؟ اعتقاد ان الله تعالى يسر او انه بيه، هل هذا هو الحق؟ الا تعلم ان القول بالجهه او بالمكان يستلزم احد امرين لا محاله. يعني إذا قلنا بأن الإله تعالى عما يقولون علوا كبيرا له مكان، يعني في حي أو في مكان، هذا يلزم منه أحد أمرين، إما حدوث الإله أو قدم المكان. يعني هذا يقود إلى إيه؟ إلى أن الإله حادث أو إلى أن المكان إيه؟ إذا هل نفعتنا بشيء هذه السلفية المزعومة الباطلة التي لم تكن يوما من الأيام هي منهج السلف؟ ما هو المنهج الصحيح للسلف؟ هو إيه؟ أمروها النصوص المهمة، أمروها كما جاءت من غير تفسير، نؤمن بها كما هي، لا نبحث عن إيه؟ عن تفسير. هذا هو مذهب السلف. إنما رأيت أحد المبتدع المعاصرين في التلفزيون يقول إيه؟ أقسم أو نؤمن بالله نعرف معنى النصوص المتشابهة، النصوص المهمة للسلف، ويقسم أنه يعرف، ويقول إن حجته في ذلك أنها نزلت باللغة العربية، وكيف يخاطبنا القرآن الكريم بكلام عربي لا نفهمه من اللغة العربية، ومعاك القاموس المحيط ومعاك المختار الصحاح ولسان العرب، وتروح وتبحث عن معنى الكلمة تعرفها، معنى الاستواء، معنى يد الله، معنى المجيء، معنى الكلام معروف في اللغة،
فلماذا يخاطبهم الله تعالى بقرآن عربي مبين وفي نفس الوقت يقول لك لا تفويض؟ تفويض ايه؟ مهما المعنى معروف. طب هل يستطيع هذا ان يقول ما معنى كاف ها يا عين صاد؟ ما هو ده لغة عربية ولا ده لغة فارسية؟ ده لا عربية. هي معنى ألف لام ميم، ما هو آمن بها ولم وهل يلزم من الإيمان بها أن تعرف معناها؟ تؤمن بها عرفت أو لم تعرف؟ الإمام النووي رضي الله تعالى عنه سألوه بيقولوا له إيه؟ ما الدليل على الله؟ قال الله. قالوا والعقل؟ قال العقل عاجز، والعاجز لا يدل إلا على عاجز مثله، فلا يستدل على الله تعالى إلا بالله. والله قال المحشي رحمه الله قول لتحفظها العامة أي مع فهم معانيها، وهذا علة غائية كقوله يتفق إلى أخيه. قوله عن النظر أي الإجمال والتفصيل. قوله من معرفتها تقليلا أي من إدراكها تقليلا، يعني أقول عن النظر سواء كان في الجملة أو في التفصيل. قوله من معرفتها تقليلا أي من إدراكها تقليلا، لأن المعرفة لا تجاب عن التقليل، ولو أفضل من إدراك لكان أحسن. قوله وما ذاك؟ قوله وما ذاك أي وما سبب ذلك الاقتصار على الحقائق المجردة إلى آخره، وهو بيان للحجة الباعثة. قوله من مرتبة يخشى عليه. وما ذاك أي وما سبب ذلك الاقتصار على الحقائق المجردة، خلاص؟ عن الأدلة لتحفظها العامة. يعني دائما هم كانوا يقولون الخلاصة الجبدة، يقولون العقائد مجردة عن الأدلة. ليه؟ لو جاب لك الدليل هتنشغل بفهم الايه؟ الدليل والبحث فيه وكيفية حجيته وايه وحيحصل ايه، مش هتستطيع الحفظ. ولذلك كان زمان يخلوا الأطفال يحفظ المتن، وبعدين لما يبلغ سن معين يبدأ ايه؟ الشرح. ما تدروش الشرح حتى في الكتاب، كانوا يحفظون القرآن كده وما يديكش معنى ولا يشرحلكش تفسير، فقط تعرف أحكام التجويد حفظا، فإذا أتقنت بعد كده تفهم. إنما لو انشغلت بالفهم قبل الحفظ لا تحفظ، لأن العقل يدور في الفهم ومش هيترك مساحة للحفظ. فالأولى أن تشغل الصغار أولا بالحفظ المتون، وبعد كده في مرحلة معينة إيه؟ يفهم. هو بعد كده يقول الآن حفظ. لأن إحنا كنا في الكتاب نسأل هي إيه معنى أقسام حكم؟ يقول لك فما لا أسكت أحفظ خلاص، وده قرآن أحفظ خلاص، بعدين لما تحفظ القرآن وخلاص أحفظ الخريطة وخلاص، وبعدين وأنت دلوقتي لما تحفظ القرآن لو سألت كل شوية تسأل هي إيه معنى الكلمة دي؟ هي إيه معنى مثلا تبعية؟ لا هي إيه معنى مثلا حكم؟ مش هتفهم، مش هتحفظ ولا حاجة. فالأول أحفظ فقط وبعدين افهم. ولذلك تجد مثلا كتب المالكية أغلبها في الفقه ما فيهاش الأدلة، لأنه عشان في متناول الجميع يمسك ويدرك، الناس عاوزة الإيه؟ الأحكام فقط، الحكم. زمان كنا نسأل الشيخ يقول له يا مولانا يجيب الحكم كده بجراءة وقوة، قال هو بيقرأ مثل زي مثلا مختصر الحديد أو غيره، وأما تسأله على الدليل يقول لك أنا الدليل. يعني خلاص سلم، رجل عالم ودرس 50 سنة في الأزهر خلاص، ما هو عندما قال لك كده خلاص هو بالنسبة لك أنت مشرع، ده خلاص تاخد منه. ولو النبي صلى الله عليه وسلم أو واحد من الصحابة قال لك على حكم هتروح تسأله على الدليل ولا هتسمع وتعمل؟ اعمل كده على طول، وبعدين إذا ربنا أثبتك. يعني لو كنت مثلا الشيخ، كنا نسأل سيدنا الشيخ إسماعيل عادل هنا الشيخ النووي نقول له إيه الدليل؟ يقول والله امر معين. والله لو قلت لكم الدليل ما حتعرفوه، انتم فاكرين الدليل يعني لازم ايه او حديث؟ ده احيانا الدليل يبقى مركب ويبقى معقد ما تفهموش، فمش من مصلحتك تعرف الدليل، اعرف الحكم وخلاص. لما واحد يسالك انت من كبار العلماء عن شيء كل اللي يهمه جائز او حرام او مثلا
اعمل او ما تعملش. لكن حاجه يقف قدام الشيخ يقول لازم تقول الدليل ايه والحجه ايه، خلاص تروح تعلم. هو حتى لو قال لك الادله بالمعنى الاصولي هتفهمها، وقال لك ده مطلق وده مقيد وده عام وده منسوخ، مش عارف. يقول لك مش عاوز اعرف حاجه، لما تجيب من الاول والله انت عارف. والله في مره واحد كنا ماشيين مع كده قبيل عالم تمام، فقعد في واحد يساله عن حاجه في الملك، فقعد يقول له الاحكام الاصوليه هي الواجب هي الخاص والعام والسبب والشرط، لحد في مطايل زي قالوا لهم معروف انا عاوز اعرف جايز ده ولا مش. قال له احب معايا بقول له فهو قال له والله من الاول ما بتقوليش ليه، اصلا انا قلت له كده هستخف بالعلم، يفتكر العلم كلمه وخلاص احنا ما اتعلمناش، فانا عاوز اخليه ينفهم ويعرف ان العلم الوصول الى الدليل ده مش حاجه سهله عشان يوفر العلماء ويختار. لما انت قلت له كلمه واحده قلت له يا عمل ايه هاي كلمه جاي، طب انا كان ممكن جرات قلت لا عشان اوصل لك الكلمه دي لازم امر بمرحله انا عاوز اوصل عشان اخليه قد يعرف ان العلماء دول يعني اتعبوا انفسهم وحرقوا اعصابهم وجاعوا وسهروا وحصلوا العلم مش السهل اللي هو عاوزها كلمه واحده. فعشان كده كانوا هم يجربوا الكتب عن الايه؟ عن الادله. عملوا لهم دلوقتي مشروع الفقه المالكي بالدليل. حد فهم الادله؟ حد جرى الادله؟ شوية طلبه في العلم العادي وشوية بيحاول، لكن حد شغل نفسه كده؟ قوله من مرتبة يخشى عليهم إلى أخيه، في أنهم إذا كانوا لا يحسنون الأعمال فهم كفار، فلا يحصل التعبير حينئذ بقوله يخشى. فالأولى أن نقول عن مرتبة مجمع فيها على الكفر إلى مرتبة مختلف فيها وهي التقليد. يعني بيحاولوا مشايخنا أن يوصلونا إلى شيء، بيت مناشدة في أوضية مهين كده، حاولوا علمونا بقدر الإمكان. قوله ولعلها اي مرتبه مختلفه فيها تكون الى اخره، وهذا التراجع يعني ولعلها هي المرتبه المختلفه فيها تكون كلما الى المعرفه قبل الجمله باهل النظر. وهذا التراجع وهذا التراجي الواقع من الشارع يشهد لان هؤلاء الجماعه المؤلفين للتاليف المذكوره يقومون بالاكتفاء بالتقليد ويعقب على ويعقب على منهجه من عدم الكفايات. يعني الشيخ السنوسي رجل طيب ورجل يعني هو شغال هجوم بكل عنف على التقليد وعلى من يقول به، ويجي هنا احيانا طبعا تطلع منه عبارات يقول لك ايه فارادوا من نصيحتهم ان ينقلوهم من مرتبه يخشى عليهم فيها ان يكونوا على اعتقاد مجمع على الكفر إلى مرتبة مختلف فيها ولعلها تكون كلما. هنا بيقول ولعلها يعني المرتبة المختلف فيها اللي هي ايه؟ اللي هي التقليد. يقول وهذا الترجي الواقع من الشارع يشعر بأن هؤلاء الجماعة المؤلفين للتاريخ المذكوع يقولون بالاكتفاء بالتقليد. ما دام عم نعمل التقاليد عشان نوصل العامة إلى التقليد اللي هو مختلف فيه. اللي الشيخ بينكر من اساسه الجماعه كده ايه؟ انه عكر على مذهبه من حيث لا يشعر، كانه كان هنا ايه؟ اقر بكفايته لانه يكفي. اذا كان بيترجى انه ممكن ده يكون كل من معرفه، هو مش معرفه هو تقليد. فكون يترجى يعني كانه ايه؟ ها؟ يعني يكاد يسلم بانه كافر في عقائد الايه؟ في عقائد الايمان، وهذا هو قول الجمهور. ويقال ان الشيخ السنوسي رجع عن هذا، يعني رجع عن القول بان المقلد كافر. رجع في الايه؟ في الصغرى. لان الكبرى دي كان لسه هو شباب في اول تاليفه، بعد كده اختصرها. يعني ألف إيه الوسطى، والوسطى كانت اختصار بإيه الكبرى، ثم كان يتدرج في التأليف، يعني فيه كبرى، فيه الوسطى، وفي بعد كده الصغرى اللي هي أم إبراهيم، وفي صغرى الصغرى، وفي صغرى الصغرى. دي مواصلتنا.
مفيش حاجة هتوصل لخالص الشمال انت في المركبة في يوم الثغرة 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 موجودة اللي هي الحفيدة الحفيدة كل ما وصلتناش وصلت العالم كله قال الشارح فأحب النظر إلى الناس والجنود فأحب النظر إلى الناس والجنود إلى الحرب يعني هو بيقول لك يعني وقت تفتكر النظر يعني إذا كنت عندك أهلية للنظر يعني حتصل إلى الحق أبدا يعني الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي يعني وقت تفتكر إنه نظرك وعقلك هو اللي هيوصلك والله إذا ما كانش توفيق ربنا هتروح بداية حتى لو كنت يعني على نظر أكمل العقلاء لو كنت أنت سقراط بنفسك حتى ظل او اينشتاين وهو كله مبلغ بس سقراط كان موحدا كان من تلاميذ الانبياء بك يا ابن عبد الله من بلادنا احنا الشوق قامت سمحه بنيت على التوحيد نادى بها سقراط والقدماء سقراط كان موحدا افلاطون دري كان مش كويس انما وارسطو إنما سقراط ده كان إيه؟ كان من تلاميذ الأنبياء يبقى ليس كل من ينظر يصل إلى الحق ذاك واحد أسلم والعلم الكتاب بتاعه وسمى نفسه إيه؟ عبد الأحد داود كان اسمه كده ديب من يمين كبدان وكان قسيس يعني وصل إلى درجة أسقف في علم اللاهوت وكان أصلا من إيران وصل في كبكبري في بريطانيا حاجة من درجة عالية في علم اللاهوت وأسلم لما أسلم قال إيه ما هو أو سؤل ما هو السبب في اعتنائي للإسلام عارف إيه قال السبب الوحيد هو الهداية الإلهية كلمة يعني يعني يقول لاجل أن كان راح الثالث من أذر 500 سنة عشان يقول كلمة من بعد ده كله السبب الوحيد في اعتناق الإسلام هو الهداية الإلهية التي كان ممكنا لولاها أن تقودني جميع علومي وأبحاثي إلى الضلال بل كل العلم والبحث من عادة كان ممكن يجعلني أكبر ضال في العالم لكن إيه اللي وفقني وفتح النور أمامي ورأيت الحق في الهداية الإلهية وهذا ما صرح به القرآن وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما لنهتدي لا بالنظر ولا بالعقل ولا إلا إيه بتوفيق الله تعالى هذا ما قال الشيخ قبل ذلك بالأصل القريب فلماذا يعول على النظر؟ ولماذا يعني يكفر المقلد؟ لكانت المسألة هي ومن الذي هدى المقلد إلى التقليد وجعله يجزم به؟ ومن الذي ضل من كان ناظراً؟ يقول لك وإنما وصل القليل فكيف من لم ينظر؟ وما ذاك إلا لما إلا لما علم أن أحكام الوهم ورسوخ العوائد والمألوفات تزاحم النظر الصحيح في هذا العلم مزاحمة لا ينفك الحق عنها إلا بعسر ليس فوقه عسر ولولا التوفيق الإلهي والدعيد الرباني لما أدرك الخلق شيئا من معرفتي من لا تكيفه العقول ولا تحده الأوهام ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء قلوب أهل النظر كيف من فيه قوة على النظر كالفلاسفة والمعتزلة أو أعلى الناس نظراً وأشدهم بحثاً من الفلاسفة المعتزلة وهم كلاهما على ضلال مبين قوله إلى الحق
أي النسبة المطابقة. وأشد الناس إيمانا العوام، اللهم إيمانك كإيمان العوام. أشد الناس صلابة من العوام. قوله إلى الحق أي النسبة المطابقة وهو يحكم. قوله وإنما وصل القليل إلى الحق أي النسبة المطابقة، لأن الواقع ده شيء ثابت في نفسه يقاس عليه ولا يقاس هو على غيره. قوله وإنما وصل القليل، لما كان قوله لم يصل كلهم يشوف بوصول النصف أتى بقوله وإنما وصل القليل دفعا لذلك. والمراد بالقليل أهل السنة الأشعرية والماتريدية. بس ده مش قليل يا مولانا، دول الأشاعرة والماتريدية دول باعتراف ابن عثيمين قال 95% من العالم الإسلامي أشاعرة والماتريدية، قال كده في كتابه كتاب موجود، والكتب المكتبات السلفية انتشرت حول الأزهر، ومع ذلك ما زادتنا إلا رسوخا. حد بيشتريها ولا بيطلعها على المسجد؟ يبقى إذا يقول أكثر أهل العالم، كيف يقول القليل؟ بس ممكن يكون الأشاعرة والماتريدية بالنسبة للفرق الأخرى. قوله فكيف من لم ينظر أي وبعدين خد بالك حتى لو كان دول قليل بالأول، لكن فين المعتزلة؟ فين تلاميذهم؟ فين مجالسهم؟ فين تكثرهم؟ يعني لولا الدولة اللي كان فيها الخليفة المأمون اللي كان من المعتزلة ما بقي لهم ذكر ولا عرفهم أحد. يعني الفرق دي انتهت، والفلاسفة أصبح كلامهم في الكتب. ما هو المذهب الذي بقي وانتشر في مشارق الأرض والمغرب؟ مذهب أهل السنة والجماعة، وهي اللي نشروا المتون الجوهر والخريدة وعقيدة العوام من كتب الإمام السنوسي والمنظومات، هي اللي نشرت المذهب. قوله فكيف من لم ينظر اي فعدم وصوله للحق او لا. قوله وما ذاك اي سبب عدم وصوله الى الحق. قوله ان احكام الوحي ووثوق العوائد الى اخره. المناسب ان احكام الوحي الناشئه عن العوائد والمخلوقات تداحم احكام العقل الناشئه عن النظر الصحيح. قال انه الناشئه او العوام في عوائد ومحذوفات تزاحم احكام العقل الناشئه عن النظر الصحيح. احكام الوهم تزاحم احكام العقل النظر، ومثال ذلك حكم الوهم بعدم رؤيه المولى مستندا في ذلك الحكم لما جرت به العاده ان المعصيه لا يكون الا بها، وحكم العقل برؤيته مستندا في ذلك الى النظر الصحيح، وهو أن المولى موجود وكل موجود يصح أن يرى، فقد زاحم حكم الوهم حكم العقل. يعني هنا الحكم بأن الله لا يرى ده وهم، لأنه قد يتوهم. حتى العلماء سموها كده النصوص الموهمة، لأنه يقع بسببها التوهم، والنص ليس موهما، إنما الوهم في فهم النص، النص معصوم. العملية كلها فين؟ في عقلية المتلقي، وممكن يتوهم بسبب نفي الجهة أن الله لا يرى، لأنه بحسب العادة والعلم لا يمكن بالنسبة له أن يرى من ليس في جهة أو من ليس في مكان، فيعتقد نفي الرؤية بسبب نفي الجهة. ولكن حكم العقل يخالف حكم الوهم، أن العقل استند في إثبات الرؤية إلى الوجود، فالوجود هو الذي صحح الرؤية، لأن الله تعالى موجود وكل موجود يصح. إيه؟ يعني بكل مثلا الله لا يرى مثلا، إذا معناه إيه؟ حين معناها لأن هل المعدوم يرى؟ لأنه ليس موجود. إذن لو قلنا
الله موجود ولا يرى، إذا معناه هيستوي الموجود بالمعدوم، فالمعدوم لا يرى والله تعالى موجود ولا يرى، إذا معناه الذي صحح الرؤية هو إيه؟ هو الوجود. ده الدليل العقلي. إنما الوهم حكم بإيه؟ ممكن الوهم يحكم بالجسمين. لما يجي حديث ينزل ربنا يقول لك ما دام هينزل إذا في انتقال إذا في إيه؟ خلو المكان في حلول، يبقى هنا في جسمين فحيتوهم الايه؟ الجسمين. ده حكم ايه ده؟ حكم الوهم مش حكم العقل، لأن العقل يقول لو كان جسما لكان مماثلا للأجسام، ولو كان مماثلا لها لكان حادثا فتنتفي عنه الايه؟ الألوهية. يبقى الوهم ده يزاحم الايه؟ ها؟ يزاحم العقل. قوله ووصوف العوائل أي وصوف الأمور المعتادة في الأذهان ككون المحل لا يكون إلا في جهة. قوله والمألوفات عكس مراده. قوله في هذا العلم أي مسائل. قوله لا ينفك أي ينفصل. كل ما طابق الواقع فهو حق،
وما لم يطابق الواقع فهو باطل. كده وايه الفرق؟ ما هو الفرق بين الحق وبين الصدق؟ الصدق ده شاع في الاقوال، شاع لما البعض يقول الحق والصدق متراجعان، الا ان الصدق يستعمل في الاقوال، اما الحق في الاقوال والافعال والاعتقادات. فتقول مثلا الجنه حق عقيده، النار حق، الموت حق، القبر حق، ولا تقول ايه صدق، وتقول الرسول حق. يبقى الحق ده يشمل الاقوال، قوله الحق، والافعال اقول لك هذا الفعل حق او باطل، الصلاه هي حق او باطل لانها مخالفه وليست على طهاره، والاعتقاديات. انما الصدق مداره على ايه؟ على الاقوال فقط. فاذا اردنا ان نعرف ان هذا صدق او هذا حق فمعناه ايه؟ مطابق للواقع. يعني مثلا من يعتقد عقيده التثليث باطله، ليه؟ لانها غير مطابقه للواقع، لان الله تعالى في الواقع يعني فيما هو موجود وفيما هو حق واحد. خلاص كده؟ لما واحد يعتقد نفي الرؤية، الواقع هو ايه؟ إثباتها وليس ايه؟ وليس نفيها. يبقى إذا الحق هو ايه؟ مناسبة أو مطابقة الحق، أي نسب المطابقة لما في الواقع. والمطابقة مفاعلة من الجانبين. يعني إذا قلنا هذا القول أو هذا الخبر أو هذا الاعتقاد وافق الواقع، يبقى معنى كده الواقع وافقه أيضا، فالموافقة مفاعلة من الجانبين، إلا أنها لا تعتبر إلا في جانب الحق أو في جانب الخبر أو الاعتقاد، ولا تعتبر في جانب الواقع، لأن الواقع ثابت في نفسه لا يقاس عليه. لا يقاس على شيء، وإنما يقاس عليه. قوله عنها أي المزاحمة. قوله لما أدرك الخلق شيئا معرفة ما لا تليق العقول. الأولى من صفة إذ المعرفة هي الإدراك. نعم. لما لما أدرك الخلق شيئا، ولولا التوفيق الإلهي والتأييد الرباني لما أدرك الخلق شيئا من معرفة من لا تكيفه العقول ولا تحده الأوهام، لأن العقول قاصرة والأوهام متحيرة، فكيف تصل إلى معرفة من لا تكيفه العقول ولا تحده الأوهام؟ وكل ما خطر بالوهم فإنه إيه؟ تعالى بخلافه، ليس كمثلي شيء. إذن فكيف نصل إلى معرفته؟ الوصول إلى معرفته هو الإقرار بالعجز عن الوصول، العجز عن الإيه؟ عن الإدراك. فإذا عرفت هذا فهذا هو القدر الإيه؟ المطلوب منك. ولذلك يقول ولولا التوفيق الإلهي والتأييد الرباني لما أدرك الخلق شيئا. ألم يقل سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علم؟ يبقى إذا لولا أنه تعالى كشف لنا بشيء من معرفته من بعض الوجوه وجعل عقولنا تستوعب ذلك ومن علينا بفضله لأنه عرفنا أو تعرف إلينا، لما استطاع مخلوق أو الخلق جميعا أن يصلوا إلى ذلك.
ولا يحيطون به علما. هي نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني أي علم من أي وجه لولا أن الله تعالى تفضل إلينا به وتعرف علينا بما يناسب عقولنا وما يناسب أفهامنا. يلا قوله ما لا تدركه العقول، أي تصفه العقول بكيفيات الغيب اللائقة. يعني العقول لا تكيفه، يعني لا تجعل له كيفية. ليه؟ لأن التكيف أو الكيف من خصائص الأجسام، والله تعالى لا تكيفه العقول. وهذا لا ينافي أنها تصفه بالصفات اللائقة كصفات المعاني. يعني ممكن العقل يصل إلى إدراك أنه تعالى موصوف بأوصاف الكمال. إله الخلق مولانا تعالى قديم وموصوف بأوصاف الكمال، هذا يصل العقل إلى أنه موصوف بالصفات الكمالية ومنزه عن النقائص، ويدرك العقل أو يصل إلى أنه واحد لا يتعدد، ويدرك العقل أنه موجود وأن له كمالات وأنه منزه عن النقائص، ولكن لا يستطيع أن يصل العقل إلى شيء وراء ذلك، يتوقف ويتحير ويتولى. ولذلك سمي الإله إله لتوله العقول، يعني تحيرها وتعلقها. وهذا الذي قاله ابن الفارق، قال زدني بفرق الحب فيك تحيرا، يعني تعلقا، اجعلني متوليها شديد التعلق والتوله فيه، لأنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى أكثر من ذلك إلا إذا فتح الله له بابا من أبواب المعرفة، عن طريق الوحي، عن طريق العلم اللدني، عن طريق الذوق، عن طريق الكشف، أمور بعيدة عن إيه؟ عن اجتهاداتنا وعن قدراتنا البشرية، خير أو فضل من الله تبارك وتعالى. قوله فلا تحبه الأوهام، أي لا تدرك له الحق الأوهام حدا ونهاية. قوله ولولا فضل الله، إذا كان مش الأوهام والعقول، حتى الأبصار لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الجميل، يعني لا البصر ولا الأحمر. ليه؟ لأنه تعالى شكله نقول لا تدركه الأبصار، لأن البصر له له نهاية، محدود عاجز. يعني أنت مثلا مهما كانت حدة البصر تشوف على 100 متر 500 مسافة معينة، فإذا زادت يعجز البصر. وكذلك السمع، أسمعك يعني مثلا بعيد عني 20 متر وتتكلم أسمع، لكن إذا زدت لا أسمع. وكذلك يعني الشم، يعني لو كانت رائحة جميلة أو رائحة العكس وبعيدة جدا لا تشمها، بعض الناس توضع في أنفه ولا يشم. لذلك مرة اختلفوا كان الفقهاء مع مين المحدثين في مسألة واحد بيقول لك ضرب واحدا على أنفه، ضربه كده او على رأسه، فادعى اللي هو المضروب ده انه بسبب الضربة دي ذهب او فقد شمه، يعني ادعى انه خلاص حاسة الشم، هو اصلا مش بيشم البلد، بس ادعى كده عاوز يدفع الثاني تعويض وخلاص. طب هنعرفها كيف انه شم موجود؟ لو قال ذهب انف الانف، انا اقول لك ذهب الشم. فتحير جماعة المحدثين ومعهم البخاري ومسلم مش عارفين يقولوا حاجة، فراحوا المهم للفقهاء أو راحوا للإمام أبي حنيفة الفقيه، فقال يؤتى بالكردة، احنا بنسميه ده النشوب ده، ويطحن ويوضع في أنفه، فإن عبس فهو كذاب، لأنه لا يعبس من ذهب شمه أبدا.
عارف لو راح من الشم مش هيقف، لو حطيت له حتى جردل ايه نشوف، انما اول ما يشم النور راح يقف خلاص. اي حاجه كده تخليك تقف، شطه مثلا. فاذا ايه عبس فهو ايه هو كذاب. خلص مش عرفنا، المهم هذا الميدان. فلما حدث هذا واكتشفوا انه كذاب، قال ايه؟ قال ابو حنيفه لاهل الحديث: انتم صيادله ونحن اطباء. انت زي صيدلي بس، انما الطبيب انا الاول. لذلك ما ينفعش الفقه من غير حديث، ولا الحديث من غير فقه، ويا ليتهم يعني يجعلون الفقه والحديث يدرس مع الفقه، يعني الحديث مع الفقه، يعني ياخذ منه الفقه والروايه. ما هو كان كده الفقهاء، الامام ابو حنيفه له مسند، والامام مالك من كبار الموطأ، والامام الشافعي، والامام كلهم محدثين وفقهاء. ليه احنا نفصل الفقه عن الحديث؟ او نفصل التصوف والعلوم مع بعض، مفيش حاجه اسمها في الادب ده تخصص مش عارف ده، كله مع بعض. الازهريه بيعه واحده، ما ينفعش ايه في الازهري وتقول انا بتاع حديث وما اعرفش في اللغه، من غير لغه كيف ازهري على الدنيا السلام، او تقول انا بتاع لغه وما اعرفش في التفسير، وهو التفسير اداه الاساس هي اللغه، ما ينفعش الفصل بين العلوم بالطريقه دي. لذلك كان يقول سيدنا الامام الشافعي: فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا، فاني وحق الله اياك انصحه. يعني ما تبقاش صوفي مش فقيه، تبقى جاهل. ما تبقاش فقيه مش صوفي، تبقى راجل ايه؟ صنايعي، تقابل عليك الصنعه، او يعني لازم يكون ايه اصلاح الظاهر والباطن مع بعض. فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا، يعني لا تكن صوفي ليس فقيه، ولا فقيه ليس اجمع بينهما. فاني وحق الله اياك انصح، فذاك قاس لم يذق قلبه ذوقا، فهذا جهول فكيف نصلح. ولذلك نقل عن الامام مالك وقال الشيخ احمد سيدي احمد زروق يقول: من تصوف ولم يتفقه فقد ايه تزلزل، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسر، ومن جمع بينهما فقد تحقق. فلتكن ايه جامعه موسوعه في العلم. قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زاد منكم من احد ابدا، دليل في قوله: لولا التوفيق الالهي والتأييد الرباني الذي هو جاب لي ما ذكر، عشان نقول انه لولا المعرفه ما يذكو احد بغير معرفه، يعني كيف يذكو وتفتح له يعني ومذكى وهو جاهل. ما زكى منكم يا لولا ان الله من عليك بانواع العلم لا تصل الى التزكيه. خد بالك التزكية دي اللي احنا بنسميها دلوقتي التصوف دي مبنية على العلم، وتفكيرها مبنية على البتة والحضرة، لا مبنية على العلم. ليه؟ بعث فيهم رسول منهم ان تتلو عليه آيات ويعلمهم الكتاب ويزكيهم، ويزكيهم ويعلمهم، فمرتبطين ببعض. العلم مع الايه؟ مع التزكية. ما ينفعش الجهل مع التذكر، لابد من العلم. قوله: ما لك اي ما طهر احد منكم بمعرفه. قال الشارح، قال الشارح رضي الله تعالى عنه، هو الشيخ السنوسي هو صاحب الشرح، هو صاحب المتن، اما الحاشيه بتاع الشيخ مين؟ الحامي. خلاص، وهو الشيخ الحامل حاشم جمعها من كلام المسوق من هنا ومن هنا من تحت جمعها، هو نفسه ذلك الأول من جمعها. فإن قلت ده مسألة ثانية اللي هي نفهم بها معنى قول القاضي الباب الله، أول ما تسمع في علم العقائد كلمة القاضي جمعنا مين؟ مش القاضي يا القاضي الباب الله. ولما تسمع كلمة الأستاذ الجميل أبو إسحاق الإسرائيلي، لما تسمع كلمة الأستاذ يبقى أبو إسحاق على طول الإسرائيلي، مش أبو إسحاق اللي عارفينه فعلا.
وبعدين ايه الامام الحرمين الجويني، وهو مش من الحرمين، وهو عراقي واسمه عبد الملك امام الحرمين، بس عشان كثرة مجاورته وإقامته في بلاد الحرمين سمي ايه امام الحرمين. كان مرة الشيخ المالك الله يرحمه كان في مكة يقول ايه كان في مناوشات كده منازعة يعني كده مفاكهات بين العلماء، يدخل امام الحرم المكي كان يروح يزوره في البيت يقول ده امام المسجد الحرامي امام المسجد الحرامي. فافهم الالقاب دي. الاستاذ مين؟ ابو اسحاق. والشيخ القاضي يبقى مين؟ القاضي الباقلاني ابو بكر الباقلاني. ها؟ والشيخ والامام امام الحرمين والشيخ اللي هو ابو الحسن الاشعري. ولو قال الشيخ ابو الحسن الا اذا طبعا في السياق ذكر واحد ثاني. لذلك حتى في القران اول ما تسمع كلمه ايه ذكر العبد كده من غير ما يذكر اسمه إنه لا ينصرف إلا إلى سيدنا صلى الله عليه وسلم. هو العبد الواحد المختار. أول ما ربنا يذكر كلمة عبد أنه لما قام عبد الله رأيت الذي أنا عبدا سبحان الذي أسرى بعبده. يبقى إيه وفي قراءة عبادة. يبقى أول ما عبد للقرآن الكريم إذا جاء من غير تأخير يبقى لا تنصرف الا الى ايه؟ وحده. ليه؟ لانه صلى الله عليه وسلم قد انفرد في تحقيق مقام العبوديه فلم يكن له مشارك. يعني معناها كلمه الاستاذ في جامعه الازهر كان 11000 استاذ ولا حتى يعني فيهم تطلع 15 100. انما الاستاذ انفرد من ابو اسحاق ما حدش وصل الى الرتبه دي غيره. خلاص كده مش استاذ يعني تركي والكلام ده. كذلك زي ما قلت لكم كلمة عبد إذا أطلقت لا تنصرف، لكن إذا أراد الله تعالى غيره واحد ثاني يذكر اسمه. ذكر رحمة ربك عبده زكريا أو يجيب الاسم. إنما إذا قال عبده وما قالش زكريا أو فلان الجميل بل فين زكريا؟ لا مملوك ما ينفعش سيدنا قيد ووصل مملوك قيده انا الذي اسرع يعني. ايوه قول. فان كنت قد قيل عن القاضي ابي بكر يبقى هنا المساله بين اسمين. معنى قول القاضي لا يوجد مؤمن الا وهو عارف بالله ككلام مين؟ سيدنا الشيخ القاضي ابو بكر الباقلاني. كان الباقلاني ده عجوبه في الذكاء والنضوج كمان يعني يفحم في رده بعض المناظرات قوي. واحد بيسال هل الله تعالى قادر على طبعا القدره عند الاشاعره لا تتعلق من ايه؟ بالجمع بين القدرتين او لا تتعلق بالمستحيل انما تتعلق بالممكن. هو كده هو الناس كان يجلس في المجلس ايه يناوشوا كده او يقولوا كده يقولوا هل الله تعالى قادر على ان يجمع الليل والنهار؟ وكان من حسن طالع من يسال ذا اعور فقال قد جمع بينهما في وجهه. كان يعني سريع البديع وداخل يناظر الشيعة. فواحد فيهم ميل على الرجل الكبير بتاعهم بيقول ايه قد جاءكم الشيطان. هو داخل بس ما بس سمح كان قوي السمع او قوي الذكاء سمع او دخل علينا الشيطان فسمع. فلما دخل قال الله تعالى الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تزورهم. فان قلت قد نقل عن القاضي ابي بكر بن الطيب رضي الله عنه انه قال لا يجامل المؤمن الا وهو عارف بالله. القاضي قال العباره
إلا أن أحوال زي العبارة اللي قلناها متفاوتون في العبارة، يعني في واحد يقدر يعبر، في واحد يعبر تعبير بلاغة، في واحد يقول شعر، إنما الكل على إيه؟ على معرفة. إلا أن أحواله مختلفة، فمنهم قوي قريحة على أن يعبر على ما في قلبه ويبرهن عليه، ومنهم من عرف الله يقينا ولا قدرة له أن يعبر على ما في قلبه. ونقل عن طائفة من أهل العلم أن الله معروف بضرورة العقل، وأنه غرز معرفة وجوده في خلقه وما أقيم من الأدلة على ذلك، إنما هو استدلال على أنواع الضرورة، وظاهر هذا عين ما أنكرت. قلت ليس هذا عين ولا يدل عليه. أما قول القاضي فهو جار على أصله، وأصل منه من أن التقليد لا تحصل معه حقيقة الإيمان، إنما تحصل مع المعرفة، ولهذا كانت حقيقة الإيمان عند القاضي هو التصديق التابع للمعرفة، احترز القول التابع للمعرفة من التصديق التابع للاعتقاد التقليدي أو التابع للظن أو الشك أو الوهم. فمعنى قوله لا يوجد مؤمن إلا وهو عارف بالله، لا يوجد مؤمن شرعا، أي في حكم الله تعالى المبني على التحقيق وما في نفس الأمر، لا في حكمنا نحن المبني على الظواهر إلا وهو عارف، أي فمن ليس بعارف كالمقلد ونحن فليس بمؤمن عند الله سبحانه وتعالى. فالقصر في لفظه قصر إفراد ردا على من يتوهم اشتراك الايه المعاشرة الطويلة. مسألة العارف دي على نسيبة طيب، هو بس الشيخ مالي عاوزين نحدد، احنا وصلنا صفحة 90 في حكمة، في حكم 90 والكلام هيخلص إن شاء الله علينا وعليكم كثير، هيخلص في صفحة 96 فإن شاء الله يوم الأحد تيجي بدري عشان نعمل ايه؟ لا ده مش 96 ده 95 حلو، يعني باقي كام؟ 5 صفحات. وممكن إن ما خلصناش أحد هنخلص الأربعاء، وبعد كده إن شاء الله تعالى فمن شاهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان قريبا أو على سفر فإن بعد رمضان. بس كمل لما يكون عشان يدخل في 90 ورغم عنده 90 إن شاء الله. قوله فإن قلت إلى آخره هذا سؤال تقوية لمن عرض له الشهادة سالما وهو مليكي. لسه ماسك منكم الضوء فإن قلت هذا السؤال تقوية لمن عرض له الشهادة سابقا وهو مليكي، ورد بالإنجاز تقوية ورد بالإنجاز عليه قول القاضي أي الباقلاني. قلنا إذا انصرفت إذا أطلقت كلمة القاضي لا تنصرف إلا إلى مين؟ الباقلاني. قوله أنه قال أي وهذا القول عين ما نقل عن الإليكي، فيكون ما قاله الإليكي حقا، فكيف يدع الشارع المقدام؟ أحكي كده أن الشيخ الحاملي جامع مين؟ جامع مين؟ يقول فيكون ما قاله الإليكي حقا، كيف يبدأ الشارع لو سموه المطلق؟ قالوا إلا أن أحوالهم أي مؤمنين، يعني شمعنا العلماء سبحانه شمعنا لما قالوا القاضي الباقلاني بيجي صح، ما هو نفسه اللي قالوا مش ليه؟ فاحنا مشكلتنا ننظر إلى مين؟ إلى القائل، ما دام قالوا فلان يبقى حق، فلان يبقى باطل، حتى لو كان القول هو واحد. نعم؟ أي ما هو القلب باقلاني، بس هو نفس القلب بالفكر هو سيدنا علي أول كلام الباقلاني بعد كده ماشي، المهم بس لو سمعوا من الباقلاني ده صح، سمعوا من الفكر ده غلط، هو عقل ده الباقلاني ده يا أخي العبرة بالقول مش بالقائل. أعرف الإيه؟ الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، وإلا كده هنبقى احنا ماشيين على طريقة السلفية لما نعمل كده.
هم ظلموا فلان يبقى الحق. قالوا شيخ الازهر يبقى باطل. هو كده بالجابهم كده. العالم ده تبع حكومة الكلام على الضلال. قولوا الميزان اي المعرفة، قولوا القريحة اي العقل، قولوا على القلب اي العقائد التي في قلبه، قولوا ويبرهن اي يقيم البرهان، قولوا ومنهم من عرف الله يقينا اي قام بقلبه العقائد وادلتها، قولوا على اي عن، قولوا ما في قلبي اي من العقائد وادلتها، قولوا معروف بضروره العقل الى اخره، اي معروف بالعقل معرفه ضروريه يعني اهو بيقول لك الكلام اللي قاله الشيخ القاضي لا يوجد مؤمن الا هو عارف ليه قال بس كل الامر مفيش كلام بس في قدرتهم على التعبير خلاص خلصنا الكلام في طائفه ثانيه بيقولوا ايه الله معروف بضروره العقل يعني عاوز يقول لك المعرفة بالنسبة لله تعالى أمر ضروري أما النظر ده يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى فكر يعني هي ضرورية فلا تطلب بالنظر لأنه في فرق بين الضروري وبين الإيه؟ النظر قوله ضلل أي أثبت إيه معنى المعرفة الضرورية يعني لا تتوقف على نظر فمش عاوز أدلة قوله غرض أي أثبت قوله وجودي أي وجود ذاته وصفاته قوله في خلقه أي مخلوقاته يقول هنا ونقل عن طريق الآلة أن الله معروف بضرورة العقل أنه غرض منه أثبت معرفة وجوده في خلقه يعني حاجة مغروضة فيه وما أقيم من الأدلة جواب عمر القاضي لو كان المولى قد غرض معرفة وجوده في خلقه فلا حاجة حينئذ للأدلة المذكورة في القرآن الكريم كل تفصيل حاصل الأدلة حتوصلك إلى إيه؟ إلى المعرفة وأن المعرفة مغروضة وموجودة فعشان كده إيه؟ بيقول ما غرض معرفة أنه غرض معرفة وجوده في خلقه وما أقيم من الأدلة وما غرض من الأدلة معرفة وجوده في خلقه فلا حاجة حينئذ للأدلة يعني إنما هو استدلال على أنواع الضرورة وهذا عين ما أنكرت الشيخ بيقول إيه ده عين ما إيه ما أنكره قلت ليس هذا عينه يعني كان المعترض عليه الشيخ يقول ده عين اللي انت أنكرت قوله استدلال على أنواع الضرورة مراده بالأنواع الجزئيات وبالضرورة الضرورية فالوجود القدرة جزئية من جزئيات الضرورية وهكذا أي وليس استدلالا لتحصيل أصل المعرفة وقد يقال حينئذ يكون الاستدلال عادة للضروريات لا تختلف بالأدلة فالأولى أن يقال إنها لزيادة التقوية إنها يعني إيه؟ إنها يعني الأدلة دي عشان تزيد التقوية قول وظاهر هذا عين ما أنكر أي من كلام البعض المعاصر يعني هو أنكر على مين؟ على ابن ذكر يعني ظاهر الكلام المنقول ده هو عين ما أنكرته على مين؟ على حصره وحينئذ فالإنكار لم يتم بل ذلك القول الذي قاله ابن ذكر حق لموافقة أبي بكر بن الطيب هذا الذي قاله ابن ذكر حق موافقته أبي بكر أو ما وافقش هو القول في نفسه حق ولا مش حق يعني حق عشان وافق كلام مين وموافقة الطائفة الذين من أهل العلم له أيضا يعني هو حق من جهتين من جهة موافقة القاضي وموافقة الطائفة
قوله ليس هذا أي ما قال ابن الطيب والطائفة الذين من أهل العلم، وقوله عنه أي عنه ما قاله بعض المعاصر الذي انتفى. بل القول الذي هو ما سلمش، بل القول الذي أنكرته غير هذا كده، لأن البعض المعاصر قال لا مقلد اللي هو ابن ذكري، والمصنف قال هناك مقلد إلا أنه إيمانه غير صحيح. القدام شو هذا؟ يعني أول الكلام قوله على أصل، قوله على أصل القاعدة. أما قول القاضي فهو جاهل على أصل وأصل جهود التفصيل. أما قول القاضي أما قول القاضي الشرط غير، أما قول القاضي فهو جار على أصله. تمام قلنا بقى مش لا شوف شكل الاحتراق تاني. لا يا مولانا مش محطة تاني، في محطة ما فيش أو محطة أصوات بعد كده. معنى قولي لا يوجد مؤمن ولا حرام غير، بس أنا يعني معنى قولي بس هذا المحطة الأصلية دي. قوله على أصل القاعدة قوله حقيقة الإيمان الإضافة البيانية، والإيمان هو التصديق القلبي التابع للمعرفة. قوله خلاص يا شيخ خليك على الإيمان عشان ده فيها الكلام، هذا الإيمان هو خلينا خلاص وانقطع الشيخ ثابت سابق الجرح اللي حالات بيننا شيخ. أما قول القاضي هو جاهل فهو بالمحقة الأصيل، طبعا المحقة الثانية فرعية. اللهم صل على